السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم عاملين إيه يا رب؟ كلكم تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد هنعمل فيه الطحينة. أنا جيت أعمل بابا غنوج، بعد ما عملت البتنجان اتضح إن أنا عندي الطحينة خلصت، فقمت على طول جبت كوباية السمسم وجبت كوباية إلا ربع من الدقيق وجبت كمان نص كوباية من السوداني وذرة من الملح والزيت بقى حسب ما أنا هحتاج. حضرتهم كانوا عندي في المطبخ، رحت على طول عملت الطحينة وانا واقفة، ما خدتش ثواني. سعرها بره بقى مبالغ فيه جدا جدا. هنعملها مع بعض. هجيب الطاسة وانزل كده بكوباية السمسم وادي ربع او نص كوباية سوداني اللي عندك وكوباية الا ربع من الدقيق وذرة من الملح، هخلطهم كلهم مع بعض في الطاسة، مش هحط حاجة حاجة واطلع منها الرطوبة، كلها مع بعض كده وطلعي منها الرطوبة وهنشوفها مع بعض هنعمل ايه تاني بعد كده. كده طلعت الرطوبه منها خلاص، جبت مطحنه بتاعت التوابل وهحط كميه صغيره ما تكتريش. هي كده لفت معايا وبعد كده وقفت، لو شغلتها ممكن تحرق لي المطحنه. فهعمل ايه؟ هزود لها حوالي من معلقتين لثلاث معالق من الزيت زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا هحط شويه من الزيت بسيطه كده عشان بس تلف معايا. بعد ما حطيت الزيت ولفتها كده في الخلاط، ما شاء الله لفت معايا. بصوا بالقوام بقى جميل وناعم اهو، لازم يبقى ناعم معاك عشان الطحينه تبقى قوامها حلو. هخلص بقى الكميه وهرجع لكم. ادي الكميه كلها خلصت، لسه بقى طبعا هنحطها في الخلاط في الشفشق الخلاط وهنزود بقى الزيت بسرسوب سرسوب كده. انا كده شغلت الخلاط ونازله بالزيت زي ما حضراتكم شايفين قدامكم، الزيت اهو جوه الخلاط نازل سرسوب معايا لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه بتاع الطحينه. وقفي بقى الزيت كده خلاص، وقفي الخلاط وهنشوفها مع بعض واحنا بنحطها في البرطمان بتاعنا. طبعا برطمان يبقى نضيفه معقب عشان نحط فيه الطحينه بتاعتنا. ما خدتش اي تكلفه، مهما كانت التكلفه مش زي بره. عملتيها وانت في البيت او في مطبخك وانت واقفه، فوجئتي بان الحاجه خلصت، هتعمليها في ثواني، ما شاء الله لا قوه الا بالله. وكمان هي سخنه فقوامها عامل كده، لما بتبرد كمان شويه بتتقل عن كده بكتير، ولا الزيت بيفصل منها ولا اي حاجه. عايزه تحطيها جوه التلاجة في رف التلاجة او في باب التلاجة، عايزه تحطيها في المطبخ زي ما انت عايزه. الكميه اللي انت عايزه، عايزه تضعف الكميه دي، عايزه اقل من كده. لو لقيتي عندك كميه سمسم قليله مع الدقيق مع السوداني، ممكن ما فيش سوداني خالص، برضو هتعملي الطحينه وتطلع معاكي احلى طحينه واوفر بكتير بكتير لان احنا نشتريها من بره. والله يا جماعه بكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا لو بمعلومه صغيره. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك وشير سبسكرايب القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.